رجعنا. بص بيقول لك ايه، واذا تقرر هذا اللي هو يعني اسلمت الدستور، ها، فان من نصوص هذا من الدستور المصري ما يراه الاخوان المسلمين غامضا مبهما، يدع مجالا واسعا للتاويل والتفسير التي تمليه الغايات والاهواء او الغايات والاهواء، فهي من في حاجه الى وضوح والى تحديد وبيان. خلاص. تاني نقطه بيعيب عليها بقى الاخوان المسلمين على الدستور الوحش بين قوسين الكافر، هي ان طريقه التنفيذ التي يطبق بها الدستور ويتوصل بها الى جني ثمرات الحكم الدستوري في مصر طريقه اثبتت التجارب فشلها وجنت الامه منها الاضرار لا المنافع، فهي في حاجه شديده الى تحوير والى تعديل. جميل. شوف بقى يا سيدي الحكومه الاسلاميه بقى اللي هو قالها واللي الشيخ الخضر حسين قالها عشان تبقى الحكومه الاسلاميه اللي تحكم بالشريعه، بيقول لك ايه، فهل لا تفكر الحكومه في تعديل القوانين، يعني لو سمحت ليها يعني، ولها هذا الحق وليس من يعارضها فيه ان ارادت في تعديل التشريع الحالي بما يجعله يتناسب مع الدستور القوانين باينه ومع القوم الذين يطبق عليهم هذا التشريع. نفس الكلام، ان الناس عايزه الفقه القديم مش عايزه القوانين الغربيه الكافره. وهل لا ترى انه من غير الجميل ان يقع هذا التناقض الغريب بين القانون الكلي والدستور وهو تشريع المحاكم الاهليه، المحاكم الاهليه المحاكم بالشريعه. خلاص. فبيقول حسن البنا، احذروا هذا الانحراف، ان لكل امه من دول الاسلام دستورا، اقسم بالله حرفيا. حسن الخضر حسين في اخر صفحه قريناها لو تفتكروا الاسبوع اللي فات، قال قبل يعني حاله الاثنين او الثلاث، قال نصا ان احنا ليه نروح لندن وباريس وبتاع واحنا عندنا دستورنا اللي يكفينا عن كل شيء وهو اللي الناس عايزاه، القران. طبعا القران فوق راسنا، لكن من فهم القران من الاوائل لا يعنينا فهمه، لانه زي ما قلت لكم الفراق اللي بين الفقه والشريعه، لانه ظلم القران بفهمي، فانا لا انضوي لحكم البشر، انا عايز الشريعه بس الشريعه نفهمها احنا النهارده. خلاص. بص بقى حسن البنا كانه متقمص دخ يعني سرق الصفحات حطها في كتابه او في رسالته، يعني عشان هو عنده رسائل مش كتب. بيقول لك ايه حسن البنا، هو ان لكل امه من دول الاسلام دستورا عاما، فيجب ان تستمد موادها مواد دستورها العام من احكام القران الكريم، ده دستورنا ما نعرفوش غير حسن خضر حسين. وان الدوله التي تقول في اول ماده من مواد دستورها ان دينها الرسمي الاسلام، يجب ان تضع بقيه المواد على اساس هذه القاعده، وكل ماده لا يسيغها الاسلام ولا تجيزها احكامه يجب ان تحذف حتى لا يظهر التناقض في القانون الاساسي للدوله. أصلحوا القانون، وإن لكل أمة قانون يتحاكم إليه أبناؤها، وهذا القانون يجب أن يكون مستمدا من أحكام الشريعة مأخوذة عن القرآن الكريم متفقا مع أصول الفقه. إيه رأيكم؟ معلش تعبت عشان هم بيعملوا الجو الجنائزي الخطائبي ده، أفلام سقطة زي ما بيقولوا كده. ما قالش حاجة، هو خد التنويعة، قصدي خد الأساس من الخضر حسين ونوع عليه بقى، شيلوا المواد اللي مش عجبانا، احذفوا القوانين تخالف الشريعه، الاسلام يا ريت قال الشريعه، والاسلام عايز كذا، والناس حابه ده، والناس مش عايزه القوانين الغربيه الكافره، وكل ماده لا يصيغها الاسلام ولا تجزها احكامه يجب ان تحذف، ويجب ان تتطابق مع مش عارف ايه، ولو انت عايز تكتب في الماده الاولى ان الدين الاسلامي هو الدوله دينها الاسلامي يبقى لازم تمشي عليه وبتاع. قالش حاجه قالوا للخضر حسين؟ في حاجه جديده اتقالت؟ انتوا كاني بعد لكم كتاب الاسبوع اللي فات واللي قبله، مفيش جديد يعني. خضر حسين، حسن البنا، وحسن البنا خضر حسين معروفه، والكلام اللي اهداه الخضر حسين للمجتمع هو اللي حسن البنا عاش عليه. الكلام ده في النذير سنه 39، 11 سنه من وجود هذا الشيطان عايش وبيقتات يعني من القوت يعني، ها، وبياكل وبيسمن وبيتخن هو وجماعته على الكلام اللي قاله الخضر حسين والازهر الرسمي، ما بيقولش حاجه غيره، هو بيقول ايه غلط، جهاد، خلافه، حكومه اسلاميه، ظبط قوانينك ودستورك على الشريعه، ده كفر، دي زندقة، دي مش حكومة إسلامية، لازم نرجع الخلافة، ولازم ننشر الجهاد، الجهاد سبيلنا، ولازم ننشر الإسلام في ربوع العالم، ده اللي قلناه امبارح وأول، بجمع لكم كله يعني. واللي بيحصل ده كفر وفجور والمجتمع فاسد، وطبعًا حط على جنب قضية الحجاب والسفور. إيه الفرق؟ طلع لي، عارف الصور بتاعت زمان دي اللي هي فيها صورتين ويقول لك طلع لي ست فوارق؟ أنا مش هقول لك ستة، طلع لي فرق واحد بين اللي قاله الازهر ممثلا في الشيخ خضر حسين
وسابوا للمجتمع كرة نار مشتعلة على إن الإسلام بيضيع في كل الحاجات دي، وبين اللي قاله حسن البنا اللي بيقول نفس الكلام عن الجهاد والحكومة الإسلامية والقوانين الكافرة اللي لازم نسيبها ونحكم بالشريعة. إيه الفرق؟ معالم في الطريق، مش هتلاقي أكتر من الكلام ده. هو معالم في الطريق ده يا فندم إيه؟ قال المجتمع جاهلي خلاصته يعني، ولازم نحاربه بطريقة سيدنا محمد مع الجاهليين، لأنه بيحكم كافر وبيحكم بالكفر وقوانينه كافرة ورئيسه كافر، فتعدم. إيه الفرق بين كلام سيد قطب أنا آسف وبين كلام الخضر حسين؟ ولا حاجة، بل إن بلاغة السيد قطب أكتر من بلاغة الخضر حسين. هو كمان يعني عنده أوصاف بلاغية كده، قعدت أشرحها لكم الأسبوع اللي فات، وبلاغة السيد قطب أكتر بكتير، وده اللي خليته ليه جمهور. مفيش حاجة خالص، بس أنت كتاب خليته كتاب رسمي لحد دلوقتي لم يحاسب حتى شكلا، إن تطلع جهة ما أو إدارة ما تقول إحنا الكلام ده إحنا بنعتذر عنه وهو كان اجتهاد خاطئ وإحنا آسفين. لا كده مفيش حد يقول كده طبعا، ولا يوم القيامة العصر مش هيتقال كده، مش محتاجة يعني. ولسه المبررات بتتوجد لهم، السبعينات زي ما قلت لكم امبارح وأول اتوجدت لهم مبررات جديدة بقى، خلاص مبررات العشرينات لحد نهاية الستينات انتهت مع هزيمة 67، فتعالى بقى المجتمع بعيد عن ربنا، فتعالى نقرب. قال يعني ده اللي هزمنا في 67، طب المجتمع فيه خنا وفسوق وفساد وشاف ايه، حج بالستات لحسن. بص مجتمع الستينات كان الستات بتقعد ازاي في حفلات ام كلثوم، يعني حاجه منتهى الرقي، كان بالنسبه لهم بقى دي شياطين. يعني جدتنا جميعا بالمناسبه ما كانوش يعرفوا حاجه اسمها اللي احنا فيه النهارده ده، مش عايز اتكلم الخلاصه يعني. فدخلت هوجه الحجاب، انما على الاقل يطلع يقول ده موضوع فرعي ولا يجب ان يشغل المجتمع بالشكل ده، ولا يجب ان تقام عليه الحروب دي. كان حرق الدنيا بتاعت الاخوان، لكن الازهر في السبعينات عمل ايه والثمانينات مع الشيخ جاد الحق ساعد، ده كان هو اكتر ناس بيتخانق عليه، ولحد النهارده المبرر موجود. من السبعينات الفساد بقى والفجور ودوله الاشتراكيه الشيوعيه، طب تعالوا بقى دوله العلم والايمان اللي هي فين دي؟ كانت فين؟ مصر هي هي، زادت بس في السواد مش في الانفتاح، في السواد اللي حصل من السبعينات. المبررات النهارده وده هقوله في حلقه بكره بتتحط لهم تاني، وانا هقول كلام صريح ما فيهوش حاجه تزعل حد، الحق احق ان يتبع زي ما بيقول القران. فالمبررات بتتوجد عادي، لكن دي المبررات الاساس ليه تاسيس الجماعه ووجودها وانتشارها وجبروتها جه من السنين دي، وجه من الكتاب ده اللي هم اسسوا عليه، لان اللي كان بيكلمهم يقول لهم وانا بقول حاجه غلط افتح كتب الازهر، انا بقول حاجه غلط هات كتاب الشيخ خضر حسين، اعظم كتاب كانوا بيقدروه قوي الكتاب ده، كان بجد في ايد كل واحد في جماعه الاخوان في اول 10 سنين، لانه قال كل حاجه. عايز جهاد اوعى تقول ان انا بضحك عليك ولا مثلا بوتر مشاعرك كده على الفاضي، لا انا هسمعك الازهر بيقولك الجهاد ويلا. عايز خلافه وضياع الدنيا من غير خلافه اهو، فكان بيستقوي بيه بيعلمهم بيه، لانه بيقول لهم مش انا بقول الكلام ده لوحدي، انا مش نبت شطاني، انا مش بحفز مشاعرك كده على لا لا لا، ده انا بساعد الازهر، انا باخد كلامه بعمل له جماعات كده واطبقه بس، وبساعد المجتمع. لكن تيجي بعد كله تعمل لي مش عارف توصيات ايه في شهر يناير، تقول لي اصل خلاص ما بقيناش نقول كذا وما بقيناش نقول الخلافه والله طب كويس انك قلت لي ما كنتش اعرف. نكمل مع حسن البنا عشان نجري، عشان عايز اخلص الموضوع كله النهارده وبكره. خلاص قالك اصلحوا القانون بقى، بص بيقولك الدستور والقران، بص اللقطه دي بقى ارجع لهناك على طول. ان الذين وضعوا الدستور المصري قالوا في الماده 49 بعد 100 ان دين هذه الدوله الرسمي هو الاسلام، فالامر لا يعدو، هو بيقول بحسن البنا بيقول فالامر لا يعدو احد اثنين، لو دين الدوله الاسلام يبقى فيه امرين، اما ان يكونوا جادين في هذا الذي سجلوه على انفسهم وعلى الدستور المصري فيجب ان يكون محل احترام منهم، يبقى الدين بقى انا مش عايز بقى لا سينما ولا مسرح ولا هزار ده خلاص، ونعمل جهاد ونهاجم كده يعني، وان يعملوا جاهدين حتى تحل، بص اهو الكلام، حتى تحل النظم الاسلاميه محل كل نظام غير اسلامي. مين اللي علمه انه غير اسلامي وكافر؟ مين؟ حسن البنا جاب الكلام ده من عنده؟ لا، جابه من استاذه الشيخ الخضر حسين قولا واحد خلاص، اللي هو راي الازهر الرسمي في كل شيء، حتى تحل النظم الاسلاميه محل كل نظام غير اسلامي في كل شيء، في الحكم
والقانون، ركز، والعادات والمعاملات وكل مظاهر الحياة. اللي هو سيد قطب بعده قال نفس الكلام، مجتمع جاهلي لازم يرجع للإسلام. طيب مين قال الكلام ده؟ حسن البنا. أو مين اللي قبله قال نفس الكلام، لازم الإسلام يرجع، اللي هو في نظرهم راح، مع أنه ما راحش أبدا. مصر بشكلها الحالي ده وكل الدول العربية دول إسلامية أفضل 100,000 مرة من اللي بيدعوا أنهم بيحكموا بالدين. خلاص، مين بقى قال لعلم حسن البنا الكلام ده، أن لازم كل حاجة ترجع بالإسلام؟ حسن الخضر حسين، الأزهر الرسمي بلا أي مواربات. خلينا واضحين، ده تاريخ بلد بيضيع ومستقبلها كمان بيضيع دلوقتي، وهو بنتقتل لحد الأسبوع اللي فات. خلاص، بص بقى بيكمل الأخ البنا، الشيطان حسن البنا بيقول إيه؟ بيقول وحينئذ يكون بحق دين الدولة، بحق يعني وقفة دين الدولة الرسمية والإسلام، ويكون الدستور المصري محترما مصونا قد احترمه واضعه. هناك قال لك نفس الكلام، قال لك ده يد القاهرة وإحنا مش عايزينه، فخلاص. ونزل على حكمه هو الآخر. وإما ما هو قال لك هناك في بداية الكلام أحد اثنين، لو هتكتبوا الإسلام دينه الدولة دينها الإسلامي، يبقى أحد أمرين، إما نعمل على الحرف وعلى المزورة زي ما بيقولوا كل حاجة بقى إسلامي في نظره، يعني إن هي كل حاجة تبقى ضلمة داعش يعني، أو بيقول لك إيه بقى، وإما أن يكونوا اللي حطوا بقى المادة دي في الدستور لا يقصدون ما يقولون ولا يؤمنون بما يكتبون، بيكتبوا كلام كده، وهم بذلك يعبثون ويلهون ويغشون الشعب ويخدعونه بمثل هذا النص الذي لا تحقق له في الخارج يعني ظروفه. وحينئذ ركز بقى يجب علينا بين قوسين معشر الدعاء، هو اللي بيقول، أن نقوم إليهم، ركز بقى، وإلى هذا الشعب المخدوع بالنصيحة، خلي بالك بقى، فإن فعلوها فبها، يعني خدوا نصيحتنا يا ابني ارجع للإسلام اطفي ده كله واعمل بقى دستور الإسلام، فإن أخذوها فبها، وإلا بقى خلاص هنستكين، هنقعد جنب الحيطة، احنا مش مسيطرين، أصل الأزهر ما قالناش كده، لا بص بقى قال لك إيه، وإلا فنحن دائبون في جهادنا عاملون على تحقيق هذه الغاية مهما كلفتنا، جادون في إيقاد الفكرة الإسلامية النائمة في نفس الشعب المسلم المسالم الطيب القلب يا حبيبي، حتى يعرف حقه ويحرص على دينه ويملئ إرادته على حكامه فينزلون عليها ولا يجدون مناصا من تحقيقها، فيكون الدين الرسمي بذلك للدولة هو الإسلام. أكتر كلام إرهابي شفته في التاريخ هو الكلام ده، واللي علمه الكلام ده نصا وقاله الناس مش عايزة الحكم ده وعايزة تشيل القوانين دي، وإلا بتحكم بيها بيد قاهرة، والقوانين دي فاجرة كافرة، ولازم نرجع لقوانين الشريعة اللي فيها كل شيء، اللي هو قصده الفقه يعني. وكلام حسن البنا ده، الست سطور دول خلاصة الإرهاب كله في العالم، في مصر وعربيا وعالميا. مين اللي صنعه؟ ببساطة كده، مين اللي صنعه؟ حسن البنا طلع شيطاني، ولما قال الكلام ده كان بيقوله في مجموعة بلهاء، المجتمع كله كان متقبل كلامه، لأنه هو نفس كلام إدارات الأزهر في ذلك الوقت وذلك التوقيت، وكله عايز بقى أحكام إسلامية ووعى وطفي، وكله عايشين فيه ده حرام. هم صبروا في أولا، ده مبرر لوجودهم، ده من مصلحتهم أنه ما يتعملش تطبيق الإسلام. ليه؟ عشان يفضل جهادهم دائبون في جهادنا. وأنا هقرأ النص ده تاني لأنه من أفضل ما كان. خلاص؟ فإما أنه يعملوا، بص الإخوان في حلين هنبتديهم بحلقة بكرة، إما أنهم ما يعملوش كلامهم، وده اللي اتعمل على مر العصور، يلا روح العب بعيد يا ابني. طبعا حتى لو السادات كان يعمل لهم، هبحكي لكم حاجات السادات بكرة الله يرحمه بقى، فيبقوا هم عندهم مبرر لوجودهم، انا عمال اقول لك بقالي 50 سنة الشريعه، واما انهم يعملوه فيبقوا هم اللي كسبوا وحكموا المجتمع كله بالطريقه اللي هم عايزينها. شر اريد بمن في الارض بظهور دول واللي علم دول وانشاهم وعمل لهم مبرر، والحضانه الاجتماعيه وكره النار وتقبل المجتمع كلامهم، هو اداره الازهر الشريف في عشرينات القرن الماضي بلا ادنى مواربه. كمل بكره واشوفكم بكره.